معانا نموذج من محبي وعشاق الحرف اليدوية والتراثية اللي قرروا أنهم يستفيدوا من التحول الرقمي وأطلقوا منصة لدعم فنون الحرف اليدوية وتعظيم كافة المهارات للعاملين بها. معانا على التليفون عشان نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذه الفكرة أستاذة انتصار صلاح، صاحبة فكرة إطلاق منصة للمنتجات اليدوية والمصرية. صباح الخير وبنرحب بحضرتك معانا. أهلا بيكي، صباح الخير. خلينا في البداية نتعرف على فكرة تنفيذ منصة مختصة بالأعمال اليدوية. اللي خلاكم تفكروا في الفكرة دي؟ يمكن احنا شفناها في حاجات تانية كتير، لكن فكرة الحرف اليدوية على منصة، ايه الاستفادة؟ يمكن لأن احنا فعلا محتاجين يبقى في تسويق بشكل احترافي أكتر للمنتجات، ومش مكتفيين بالتواجد في المعارض، وناس كتير قوي ظروفها ما بتسمحش بالنزول في المعارض، وخاصة ان المعارض اصلا كمان بتتعامل بشكل قليل قوي بالنسبة للحرف اليدوية بشكل سنوي كمان. فطبعا تواجد على الساحة الالكترونية بشكل احترافي وتسوق الكتروني بيكون افضل بكتير واسرع بكتير في التواصل مع صاحب الحرفة اليدوية نفسه. طب يعني هي نافذة تسويقية إلى جانب طبعا المعارض اللي احنا بنشوفها زي معرض ديارنا مثلا ومعارض مختلفة بتهتم بالحرف اليدوية. حابين نعرف من حضرتك، يعني لو عملنا جولة كده على المنصة، ما تشتمل عليه المنصة؟ إيه الخدمات اللي بتقدم للمختصين للعاملين كمان في الحرف اليدوية والتراثية؟ مبدئيا هو معمول لكل حد من أصحاب الحرف اليدوية، كل حد عنده منتج خاص بيه، معمول له زي ستور خاص بيه. الستور ده الناس بتدخل بتتفرج على المنتجات من خلال الواجهه، لو لقى منتج معين عجبه بيروح محوله على طول على الستور ده، فيبدا من الستور ده يتسوق مع الحرفي ده بالذات او يتواصل معاه بشكل مباشر، فيبدا يطلب منه المنتج اللي هو طلبه او حاجه معموله مخصوص ليه هو، فبنبدا نعمل الكاستمايز بتاع ان هو ينفذ له منتج خاص بيه. تاني حاجة هي فيها جزء إخباري، بننزل فيها أخبار بقى عن المعارض، عن أصحاب الحرف اليدوية، معلومات جديدة، حاجات خاصة في التسويق، بنبدأ نديهم أفكار وحاجات مهمة قوي تفيدهم في حتة التسويق لمنتجاتهم. هل في شروط معينة للي عايز يكون مشارك في المنصة أو يتم تسويق شغله من خلالها؟ في شروط معينة حاطينها؟ لا، هو خالص ان هو بس يبقى عنده منتج يدوي تراثي، منتج يدوي او تراثي ومصري. طيب استاذه انتصار، عندنا مشكله دايما كبيره في الحرف اليدويه، ان زي ما بيقولوا كده الاسطوات الكبار في الحرف اليدويه بدات يعني يقل عددهم، بدات بعض الحرف تندثر ما تبقاش موجوده، فاكيد المنصه دي ممكن تلعب دور في تقديم دورات او مهارات معينه وتعليم مهارات الاجيال الجديده عشان يبقى في استمراريه لبعض الحرف اللي احنا خايفين تندثر الفتره اللي جايه. هو موضوع الشيوخ الحرف اليدويه، فعلا احنا عندنا شيوخ الله يرحمهم يعني صحيح، ما بقوش موجودين في الساحه وما لحقناش اصلا نستفيد منهم. ففعلا احنا بقالنا في المبادره بتاعتنا من قبل المنصه بنعمل ورش تدريبيه ومهرجانات تدريب، وبنحاول ان احنا دايما يكون معانا من شيوخ الحرف اليدويه اللي يقدروا يوصلوا الفن بتاعهم لناس كتير قوي، وهم فعلا بيقدموا تدريب، يعني في ناس فيهم بتقدم تدريب فعلا. يعني بيبقى في اعلان لدورات متخصصه على المنصه، في اعلان لدورات يعني لاي حد عايز يتعلم. بالظبط، موجود. ونفس اصحاب الستورز نفسهم بيعملوا تدريبات برضو، كورسات وورش تدريبيه. طيب استاذه انتصار، ابرز الفنون اللي اتعلمتيها من الحرف اليدويه، ايه اهم الحاجات اللي تميزتي فيها ويمكن بتعملي على تسويقها من خلال كمان وجودك على المنصه؟ احنا بنعمل، يعني انا بالنسبه لي بعمل الازاز المعشق، بعمل استندات، بعمل حاجات بسيطه في الوحدات اضاءه، حاجات بسيطه جدا، وفي نفس الوقت عندنا خط انتاج للشنط صديقه البيئه بالتواكب مع المناخ والمحافظه على المناخ، وبنعمل عليه رسم، بنعمل عليه تطريز، بنعمل عليه طباعه، كل انواع الفنون على الشنط اللي فعلا بدات تنتشر في مصر الحمد لله. طب استاذ انتصار، دايما الناس بيشوفوا الحرف او الحاجات اليدويه او الهاند ميد دي بتبقى غاليه، يعني حتى لما بنروح المعارض مثلا معرض ديارنا طبعا بيبقى فيه اسعار مخفضه او غيره، لكن في بعض الحرف او بعض المنتجات بتبقى اسعارها غاليه، هل ممكن توفروا بعض المنتجات اليدويه تبقى اسعارها معقوله تناسب الاحوال الاقتصاديه للي حابب يقتني مثل هذه المنتجات؟
هقول لحضرتك، هو مبدئيا الخامات اسعارها ان هي طبعا بتعلى قوي، كل شويه بتعلى، ويمكن احنا بنعتمد على خامات جودتها عاليه علشان تدينا في الاخر منتج قيم. ولكن بدانا نتجه للبدائل، يعني في الالوان بدانا نتجه للبدائل اللي هي المصريه اللي بدات تطلع. بدانا نتجه في لبدائل تانية في القماش، في الخيوط، بحيث ان احنا البدائل دي تكون جودتها عاليه. فهتلاقي فعلا في ناس بدات تحاول ان هي تقلل تكلفه المنتج، لكن ما تقللش قيمته. ده مش على حساب الجوده يعني، اهميته في قيمته. نعم، مش على حساب الجوده، مش على حساب جوده المنتج. بالظبط، ما انا بقول لك ما ينفعش يقللوا الجوده، لان انا بشتري منتج يدوي قيم علشان يعيش معايا، علشان يديني قيمه معينه في المكان. فبستخدم بستخدم انا كصانع بستخدم بقى خامات قيمه، خامات عاليه، خامات تخلي المنتج يعيش معايا، لان المنتج يدوي اهم حاجه فيه ان هو يعيش سنين، مش بيستهلك في وقت قصير. فبنحاول الحمد لله. ايه ابرز الحاجات اللي بتفكروا تطوروها في المنصه، وشايفين انها ممكن فعلا تعمل فرق بالنسبه لمجال الحرف اليدويه، وكمان بالنسبه لموضوع التسويق؟ ايه الحاجات الجديده اللي ممكن تعملوها للتطوير؟ هو احنا شغالين على تطوير المنتجات التراثيه، يعني المنتجات التراثيه اللي هي السيناوي والخياميه والحاجات اللي في الموضه او في الفاشن عموما، بدانا ندخلها في موديلات مودرن، فبدأ الناس ترتبط أكتر بالحاجة، والتلي كمان، التطريز التلي. في تسويق بره مصر بالنسبة للحاجات دي يمكن بيبقى في إقبال عليها كبير جدا من السائحين اللي بيجوا مصر في زيارات، أو ممكن يكونوا بيشوفوها في معارض. هل كمان بتفكروا في الناس اللي موجودة خارج مصر من الأجانب؟ عندنا جروبات على الواتساب فعلا خلايجة وأجانب، وفعلا بنبعت لهم لينك المنصة علشان يدخلوا ويشوفوا المنتجات بتاعتنا، وبنعمل حملات مموله، وان شاء الله نوصل لبره. يعني احنا هدفنا فعلا المنتج بتاعنا وبالذات التراثي انه يوصل للناس اللي فعلا حباه بره، لان احنا عارفين انه زمان من كام سنه يعني كان السياحه في مصر اكتر من كده، وكانوا بينزلوا فعلا يشتروا المنتجات التراثيه والمصريه، وكانوا فعلا سوق كبير بالنسبه لنا ومصدر مكسب كبير لاصحاب الحرف اليدويه. ده هيخليني اسال حضرتك استاذه انتصار، يعني اضافه لكلام زميلتي ليلى، انه المفروض المنصه يبقى فيه نسخه بالانجليزي عشان حتى نخاطب الناس. هو عربي انجليزي. ده مهم جدا عشان يدخل يختار المنتجات. طيب، هي واجهتين يا فندم. تمام، ده شيء جميل جدا. عايز اسال حضرتك، المنصه ازاي ممكن تكون يعني خطوه في رسم كده خريطه للمنتجات التراثيه والحرف اليدويه في مصر؟ احنا عندنا ثراء كبير جدا، عندنا تنوع وتفرد في الحرف اليدوية في أكتر من مكان، يعني عندنا في سيناء غير اللي موجود في وجه بحري، غير موجود في أماكن مختلفة. إزاي ممكن تبقى المنصة خريطة للإبداع الحرفي والتراثي للمصريين؟ هو احنا بدأنا بخمسين صانع للحرف اليدوية، وفعلا هم متنوعين، لكن فعلا هدفنا ان احنا نوصل للفروع كلها بتاعت الحرف اليدوية في مصر كلها، لان فعلا في كل محافظه في، يعني فعلا مصر ام الفن، يعني صحيح. انت لو دخلت اي معرض فعلا بتتفاجئ ان ايه ده كله طالع من مصر. كل محافظه ليها خصوصيه معينه كمان في الشغل يعني. بالظبط، فاحنا ان شاء الله نوصل لمرحله ان احنا مقسمين المنصه للحرف التراثيه والحرف اليدويه، بحيث ان اللي يدخل فعلا يشوف مصر كلها جواه. وده هدفنا، ان احنا عايزين اي حد من اي مكان في العالم يشوف منتجات مصر ويبدأ يتفاعل مع الحرفيين بنفسهم. يعني احنا ما فيش وسطاء، بالعكس هو بيتعامل بنفسه مع صانع الحرفة او صانع المنتج. وان شاء الله نوصل للمرحلة دي، ان احنا فعلا نتوسع فيها، ومشروعنا كبير بإذن الله يا رب يتم على خير ان شاء الله. حاجة يمكن ذكرتي نقطة، ان احيانا المشاركة في المعارض ببعض العارضين او القائمين على الحرف اليدوية والتراثية بيجدوا صعوبة في ان هم يعرضوا في المعارض، مش بيقدروا يوصلوا ليها، لكن ازاي ممكن من خلال المنصة ده يتحقق؟ يعني هل في مخطط ان ممكن تنظموا معارض للمشاركين في المنصة بشكل او باخر؟ لان برضو وجود الحاجات على الارض تكون فرصة كويسة ان الطالب بالمنتج ممكن هو يشوفه على أرض الواقع، يشوف الخامات، يمسكها، يتعامل بشكل يعني أكثر قرب مع الحاجات اللي بتقدمه. بصي، احنا كمبادرة أصلا من أهم أهدافنا من سنين، يعني إن احنا نعمل ننظم معارض، وبعد كده بدأنا نتوجه بالصناع بتوعنا للمعارض اللي بتنظمها الدولة. فدلوقتي الفكرة إن التكلفة بتاعت المعارض عموما بقت غالية قوي بالنسبة لحد مشروعه رأس ماله قليل. فبنحاول ان احنا نوصل لاوبن دايز تكون سعرها قليل، معرض تكون منظمات دوله يكون مدعوم تبع الوزارات،
فبنحاول نوصل لده فعلا، لان احنا مش عايزين يبقى فيه لود على صنع المنتج اليدوي، لان هو فعلا لود عالي قوي عليه خاصة في ارتفاع الأسعار. ولكن طبعا وجوده على الأرض مهم جدا، يعني نتمنى ان احنا فعلا ننفذ الخطوة دي بإذن الله يكون قريب ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك الأستاذة انتصار صلاح، صاحبة فكرة إطلاق منصة إيجيبتا للمنتجات اليدوية المصرية، وهي منصة متاحة، يعني حضرتك أو حضرتك ممكن تعملي سيرش على إيجيبتا وتدخل المنصة وتشوف يعني ألوان من الفن الحرف اليدوية وخدمات كمان بتقدم للمتخصصين، ولو أنت عايز تقتني حاجة أو تشتري حاجة في أقسام موجودة في المنصة، فدعوة لحضراتكم لمتابعة منصة إيجيبتا للحرف اليدوية.